المنعرج الأخير للحملة أمضاه زعماء الأحزاب الرئيسية بحثاً عن الأصوات المترددة التي ما زال هناك أمل في استمالتها، ولكن الجميع يعرف أن استطلاعات الرأي ما زالت تظهر نوايا تصويت لا تمنح الأغلبية المطلوبة لأي كان. كذلك البيانات التوضيحية الموجهة للرأي العام كلها تسهب في توضيح سيناريوهات الائتلاف الممكنة بين الحزبين التقليديين العمال والمحافظين والأحزاب الصغرى التي سيكون بيدها على ما يبدو تجنيب البلاد حالة ما يعرف بالبرلمان المعلق. ما سنراه هو ائتلاف محكم بعد أسبوعين من ظهور نتائج الانتخابات. وارد أن يتخوف الناس من بدائل تدفع إلى الخوف بعمق، ولكن من وجهة نظري أتوقع التوصل إلى هذا الائتلاف، وبعد ذلك سيسير كل شيء على ما يرام. لا خوف أيضاً لدى الرأي العام من سيناريو حكومة الأقلية، فالناخبون البريطانيون عموماً رسخ في ذاكرتهم النجاح الذي حققه الائتلاف المغادر على الأقل في الصمود لخمسة أعوام كاملة. جيد للبريطانيين أن يشهد مختلف الأحزاب وهي تجتمع من حول شيء مشترك بينها. تاريخيا كانت نتائج الانتخابات تمنح المحافظين والعمال أغلبية قوية في البرلمان، لكن هذه الأيام الناس صاروا يفضلون التموقع في الوسط. لكن هناك مخاوف الناخبين العرب والمسلمين من أن يكون الائتلاف الذي سيخرج من هذه الانتخابات على حساب مستقبلهم الاجتماعي والاقتصادي، فتاريخيا ظل هؤلاء ينتخبون تقليدياً لصالح حزب العمال على اعتباره الحاضن الفعلي لانشغالاتهم في الاندماج وإيصال صوتهم إلى بقية مكونات المجتمع البريطاني. إن الإعلام يحاول أن يضع هؤلاء المسلمين في واحد القفص ديال الاتهام، يقول لك بأن هاد المسلمين يشكلون وهم الذين يقومون به هنا في انفجارات كذا، مع العلم أن المسلمين هم مثل من أي جنس كيف ما كان راهم بحال بحال. إن آلت نتائج الانتخابات مرة أخرى إلى ما يصطلح عليه بحالة البرلمان المعلق، وإن نجح الحزب الفائز في تشكيل ائتلاف بعينه وفق أحد السيناريوهات المتاحة، فإن هذا الأمر الواقع لن يعد فصاعدا استثناء، بل سيعتبره المراقبون تكريسا لنمط حكم يريده الشارع البريطاني، والذي فلنقل لم يعد يرغب في منح أغلبية سهلة للحزبين التقليديين المحافظين والعمال. كمال العلواني، الحرة، لندن.